اخر بقى مسألة عندنا بنتكلم عن spherical conductor. ركز معايا بالله عليك، احنا بنتكلم هنا على spherical conductor. conductor ميت خط تحت conductor، اوكي، عنده radius 14 سنتي ومحطوط عليه تشارج 26 مايكرو كولوم. عايزك تحسب الالكتريك فيلد والالكتريك بوتنشال عند كذا radius مختلف، عند 10 سنتي، 20 سنتي، 14 سنتي. يعني من الاخر كده عايزك تحسبها inside السفير ده واوتسايد السفير ده، وعايز يحسبها عند السطح بالظبط بتاع الايه السفير. اول حاجه بقى هتعملها ان شاء الله ان انت ترسم الايه السفير بتاعتك كده اهو، ماشي، وده الريديوس بتاعك اللي هو ايه A، وعليها شحنه كيو. المفترض ده كوندكتنج سفير او ده سفيريكال كوندكتور، فمعنى كده ان ده كله موصل. فهي بيقول لك ان هو مشحون بشحنه توتال كيو، ومديك طبعا الماجنت بتاعها. الكيو دي مش هتبقى مثلا جوه، هو مش جوه السفير نفسها، امال تطلع بره على السيرفس. فهو اكشلي الكيو دي تبقى على السيرفس ايه من بره، ماشي. هو كان طالب الايه الكتريك فيلد افري وير، فعشان نجيب الكتريك فيلد افري وير بنعمل ايه يا شباب؟ بنطبق جاوس، ماشي. فناخد سطح جاوس بتاعنا، هناخد سطح جاوس شكله عامل ازاي؟ دي سفير، فناخدها ان هو ايه سفيريكال سيرفس. ليه بناخده ان هو سفيريكال يا شباب؟ بحيث ان احنا نتاكد ان الالكتريك فيلد يونيفورم اكروس الايه كل الاريا بتاعته او كل السيرفس اريا بتاعته، ماشي. وبعد كده نبدا بقى نطبق عشان نجيب الايه الالكتريك فيلد. فنكتب له كده ريجون 1 الار بتاعتنا اصغر من الريديوس، اوكي، وتبدا تحسب. فتعمل ايه؟ تقول انتجريشن الاي دوت الدي اي، اوكي، طبعا على كلوز سيرفيس اللي هو السفير بتاعتنا، بتساوي الكيو انسايد سيجما الكيو انسايد على الابسلون نود، ماشي. طبعا احنا لسه قايلين ان هو ده كوندكتور، فمفيش شحنه جوه، الشحنه بتبقى ايه على بره. فمعنى كده يا شباب ان انا ابص على ده كله كده الاقي في الاخر ان الايه الالكتريك فيلد بتاعي بكام؟ بزيرو. برافو عليكم. ليه بزيرو؟ عشان مفيش شحنه ايه جوه السفيريكال سيرفيس اللي احنا ايه عملناه، ماشي. طب ده الالكتريك فيلد اللي جوه، ممكن نحسب اللي بره؟ اه نحسب اللي بره. هنعمل ايه ساعتها؟ هناخد برضو سطح جاوس، بس المره دي هناخده ايه من بره كده اهو، ده هناخده كده ايه حاجه كده معتبره كبيره حاجه زي كده اهو، وهنقول ان ده الريديوس بتاعك ار، ماشي. هتبدا بقى تطبق جاوس للمره الثانيه، هتقول له برده نفس الكلام، المره دي انا شغال في انهي ريجون؟ شغال في الريجون الريديوس اكبر من الريديوس بتاع السفير، اكبر من الايه، ماشي. هطبق جاوس، هقول نفس الرول او نفس الايه الريليشن بتاعتنا. هلاقي طبعا ايه الليفت هاند سايد هيبقى عباره عن ايه الاي 2 بتاعتي في السيرفس اريا بتاعت السفير بتاعتنا اللي هي 4 باي ار سكويرد، صح، او ار سمول، تعالوا نعدلها ار سمول سكويرد، ماشي. كل الكلام ده بيساوي ايه يا شباب؟ كل الكلام ده هيساوي الرايت هاند سايد اللي هو الكيو انسايد. ايه بقى الشحنه اللي جوه موجوده؟ اللي الشحنه موجوده هي الكيو دي بس، صح، الكيو اللي هي مشحونه بيها السلندر على الايه الابسلون نود. فعندك كيو على الايه الابسلون نود، ماشي. فده هيقول الى ان الاي 2 بتاعتنا كفيكتور هو عباره عن الكيو على 4 باي ابسلون نود ار سكويرد، صح كده. وفي انهي اتجاه يا شباب؟ في اتجاه الريديال، ماشي، استنى كده وبروز بقى ايه الشكل بتاعك. وكده انت جبت الالكتريك فيلد جوه وبره. تعالوا بقى يا شباب دلوقتي نشوف لو انا عايز اجيب البوتنشال ديفرنس بتاعي هجيبه ازاي. والله هتعامل معاه عادي جدا زي المساله اللي احنا ايه حليناها في السلندر، بس المره دي انت بيقول لك هات البوتنشال افري وير، ما قالكش هاتها مثلا ايه بتوين كذا وكذا. طب ما هو قال لك افري وير دي، فهي يقصد بيها ان انت مثلا لو انت عندك السفير بتاعتك كده اهو، ماشي، وده الريديوس بتاعك ايه، لو اقول لك افري وير فانت مره هتجيبها بره ومره هتجيبها جوه، اوكي. انت مثلا لو بتجيب البوتنشال هنا اهو على بعد مثلا نقطه ايه، على بعد ار، ماشي. فانت لازم البوتنشال ديفرنس هو اسمه ديفرنس، معنى كده ان هو ما بين فرق بين النقطه دي اللي انت بتحسب عندها وفرق من حاجه معينه. طب فين بقى الحاجه التانيه دي اللي هو الريفرنس بتاعنا اللي هو عند انفينيتي؟ برافو عليك. بس فده اللي احنا هنعمله دايما في المسائل دي، لما تيجي تحلها بيقول لك هات بوتنشال افري وير، تبدا من الريجنز اللي هي بره وتخش تبدا بايه الريجنز اللي هي ايه جوه، ماشي.
يعني هنا بنمشي عكس جاوس. جاوس انت بتجيب الالكتريك فيلد جوه وبعد كده تطلع بره في مسألة مثلا هي مور كومبليكيتد. هنا في المسألة دي انت بتجيب البوتنشال من بره لجوه ان شاء الله. فعندك اول ريجن عندنا هي الار اكبر من الاي ماشي اللي هي بره، وتبدأ تطبق الرول بتاعتنا او الديفينيشن بتاعنا بتاع البوتنشال، هو الفي او الدلتا الفي يا معلم هتساوي نيجاتيف، اعمل عنه التكامل اي دوت ال دي ال ماشي. منين اللي فين بقى يا باشمهندس؟ منين؟ من عند الانفينيتي اللي هو الريفرنس بتاعنا، لان انا بتحرك كاني بجيب شحنه حطيتها في جيبي رايح لغايه النقطه اللي هي على البعد ده، اوكي، يعني لحد النقطه اللي هي على بعد ار. ماشي، جميل الكلام. ماشي، تعالى بقى نبدا نفك الانتجريشن ده، هنفكه ليه يا باشمهندس؟ هنشوف انا دلوقتي عديت على كام ريجن. والله عديت على ريجن واحده بس اللي هي من جايه من انفينيتي لغايه الار دي. الالكتريك فيلد بتاعها كام؟ اللي هو الاي 2 اللي انا لسه حاسبه من فوق، فاعمل كده نيجاتيف انفينيتي للار الاي 2، والاي 2 دوت الدي ال بتتفك ايه زي ما انا قلت لكم للاي 2 الدي ار، اوكي. فنبدا نعوض بقى بالاي 2 اللي احنا ايه كنا جايبينه من شويه صغيرين. هو كان عباره عن ايه؟ كيو على 4 باي ابسلون نود ار سكويرد، صح؟ دي ار من انفينيتي للار. كل ده ده كونستنت ده كونستنت ده كونستنت ده كونستنت، مفيش بس غير ار 2 او ار سكويرد اسف هي اللي ايه هتتكامل، عشان احنا بنتكامل بالنسبه للايه للدي ار بتاعتنا. فالكلام ده كله يا شباب في الاخر هيقول الى ايه؟ هيقول الى كيو على 4 باي ابسلون نود ار، اوكي. وهو ده يبقى كده، هو ده البوتنشال ديفرنس بتاعنا عند الايه الريجن الاولانيه. تعالوا بقى نجيب البوتنشال ديفرنس جوه السفير نفسها، ماشي. فمعنى كده ان انا اهو دي السفير بتاعتي، اوكي، وده الراديوس ايه، وانا عايز اجيب البوتنشال ديفرنس على ايه بعد ار عند النقطه دي، ماشي. واحده واحده بقى معايا، هقول والله دلتا الفي، اوكي، انا شغال في انهي ريجن؟ انا شغال في الريجن الثانيه اللي هي عندها الار اصغر من الايه، اوكي. فانا بقول الدلتا الفي بتاعتي هتبقى بتساوي نيجاتيف انتجريشن، انا جاي منين لفين؟ جاي من الانفينيتي للار اي دوت دي ال، ماشي. واحده واحده بقى وركز معايا دلوقتي. انت مش في الحته دي، انت داخل على تو ريجنز، ريجنز مختلفه. انت جاي من ريجن هنا من عند انفينيتي لغايه الاي، وبعد كده دخلت على ريجن تانية اللي هي اللي جوه الاي او اللي اقل من الاي، من الـ A لحد النقطة R. فساعتها الانتجرال بتاعك لازم يتفككوا لحاجتين. يعني ايه هتفك حاجتين يا باشمهندس؟ يعني هتفكوا من نيجاتيف وتفتح قوس. انت جاي من انفينيتي لحد الـ A، اوكي؟ وانهي بقى الكتريك فيلد اللي جواه؟ الكتريك فيلد اللي هنا في الحتة اللي بره دي هو الـ E2، يبقى الـ E2 اوكي؟ الـ D في الـ DR، اوكي؟ بلس من الـ A من اول هنا اهو لحد النقطة ايه؟ R. وهنا الالكتريك فيلد اللي جوه كان هو ايه؟ الاي واحد الدي ار، ماشي يا باشمهندس؟ ماشي. ابدا بقى عوض بكل واحد فيهم وعيش وعيش اللحظه. اول حاجه الاي واحد دي هتطلع معانا بكام؟ بصفر. ليه البوتنشال هنا او الجزء ده اسف من البوتنشال طالع معانا بصفر؟ لان الاي واحد عندنا هنا بكام؟ بصفر. مش هيتبقى لي غير الايه؟ التكامل الايه؟ الناحيه الثانيه دي للاي 2 دي ار بس من انفينيتي لايه؟ للاي. فده احنا لسه كنا حاسبينه من شويه صغيرين لو انتوا تفتكروا، هو هيطلع لي كيو على ال 4 باي ابسلون نود، بس بدل الار هتبقى ايه؟ الاي بتاعتك، ماشي. فهو كده ده البوتنشال ديفرنس اللي جوه، ماشي. لو انت عايز ترسم او تعمل جراف ما بين الفي فيرسز الار فيرسز الراديوس بتاعك اللي هو البعد يعني عن السنتر بتاع الكوندكتور، فيطلع لك حاجه زي كده. لو ده الفي اوكي وده الار، هيطلع لك حاجه زي كده، هيطلع ثابت ثابت وبعد كده يبدا ايه يقل. هيقل من اول فين؟ هنا يا شباب عند فين؟ هنا عند الريديوس اي، اوكي. ده قبلها كله ده ثابت، صح؟ مش هنا ثابت، هو ده كل ده الرقم ده كله او الاكسبريشن ده كله هو كله كونستنت، اوكي. بس ومن هنا الار كانت انفرسلي بروبورشنال، فمعنى كده ان هي عماله ايه بتنزل معايا. ففي المسائل دي هي سهله برضه، هتحل جاوس البوتنشال، بس انت اللي هنا المختلفه بدل ما انت تجيب من سيرفيس وسيرفيس، لا انت بتمشي من ايه؟ بتمشي الريجنز بتاعتك، بتاخد الريفرنس بتاعك من عند ايه؟ انفينيتي.